مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم 30 أيلول، يوم آخر يوم من شهر أيلول. عم نودع طبعا الصيفية ونستقبل الشتوية بين هلالين، وهلا بنعرف اكثر من مصلحه الارصاد كيف رح بيكون الطقس. بس اليوم بحلقتنا سلسله الرتب والرواتب بين الازمه والحل، مسرحيه روم 202 بمترو المدينه وغيرها من التقارير. اما ضيوفنا لليوم فهن جورج يسبك، فنان ومصور فوتوغرافي، معه بنحكي عن معرض الصور مومنتس ويذن ومشروع بيروت بيهايند ذا سينز، والاعلاميه ريتا نجيم الرومي، مديره البرنامج باذاعه لبنان او البرامج باذاعه لبنان، ومعه بنحكي عن زيارتها لايطاليا وتمثيلها للاذاعه إضاءة على مشاريع الإذاعة القادمة. إذا رح نعرف أكثر عن مصلحة الأرصاد عن الأرصاد الجوية من مصلحة الأرصاد مع أستاذ حسان مصري. بونجور. بونجور. كيفك أستاذ حسان؟ الحمد لله. صاركم يومين مقاطعيننا، أو مش مقاطعيننا لإلنا يعني، مقاطعين الكل بتضامنكم مع هيئة التنسيق النقابية، بقى يعطيكم العافية. ويلكم باك. أهلا وسهلا فيكم. تفضل. اكيد نحن بنعتذر عن اي ازعاج سببناه لحضرتكم لكل المواطنين. فداك ولا يهمك، الله يقطع هالازمه على خير ان شاء الله. اجمالا نحن بتاثير منخفض جوي محدود الفعاليه بسيطر هالكم يوم. شو جديده هاي محدود الفعاليه؟ لانه تاثيره يعني هو لمده يومين ودون التوقعات. اوكي. يعني امطار خفيفه حنشهدها بالفتره الصباحيه اليوم، بالتحديد بالمناطق الشماليه. اوكي. بكره صباحا كمان حنشوف امطار يعني متفرقه وخفيفه بالمناطق الشمال. درجات الحراره اليوم بالساحل ما عليها اي تغيير. اوكي. بالنسبه للجبل والبقاع ممكن نشهد انخفاض بسيط بدرجات الحراره. نعم. كمان بكره درجات الحراره ما عليها اي تغيير بمعظم المناطق. اوكي. بالنسبه للتنين قليل الغيوم، حيكون عندنا ارتفاع طفيف في درجات الحراره بالجبل. ببلش يرجع يتحسن يعني التنين. مزبوط. نعم. فما بدنا نخاف من الامطار، نحن اكيد ما صحبه مع الامطار، بس بدنا نروقها شوي. ايه مش ضروري نخاف نعمل بانيك يعني. مزبوط. اوكي. اوكي. بنعطي درجه حراره. يلا تفضل. بالساحل اليوم من 19 ل 29، بمناطق الجبل من 12 ل 22، بمناطق الارز من 10 ل 17، وبمناطق البقاع من 13 ل 27. اوكي. الرياح هاديه ما عم توصل لل 35 الماكسيموم كيلومتر بالساعه. الرؤية ماكسيموم قديش؟ 35 كيلومتر. نعم. الرؤية جيدة على الساحل، سيئة على الجبال، والرطوبة الماكسيموم تاعها 75%. اوكي، شكرا لك استاذ حسان. اهلا وسهلا، يعطيك العافية. عناوين صحف مع بيارات. مرحبا. مرحبا جوال لك ولكل المشاهدين. شو عنوان صحف بيروت لصباح اليوم؟ جولة بنبداها هلا. جولتنا بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. التسوية تنهي الإضرابات والموازنة رهينة فتوى. الحريري: لم تكن المشكلة سياسية والتعديلات الضريبية في أسرع وقت. تسوية قطع الحسابات تستلزم ضمانات لعدم تقديم أي طعن فيها. كردستان تحت الحظر الجوي وواشنطن لا تعترف بالاستفتاء. سيستاني أعلن معارضته لانفصال كردستان، والحكومة العراقية تخطط للسيطرة على المنافذ الحدودية. خسائر كبيرة للقوات السورية وحلفائها في هجمات داعش وتفجيرات فيلق الرحمن. الجيش السوري وحلفائه استعادوا السيطرة على طريق حمص دير الزور. كاتالونيا جاهزة لاستفتاء الاستقلال غدا، وإسبانيا تتحرك قضائيا وأمنيا لإجهاضه. ضمن افتتاحية النهار لليوم بألم المطران كيريلو السليم بوستروس، العنوان: الشهادة، محبة وإيمان. وختاما وضمن اقتصاد: تنظيف مجرى الليطاني، وعود متكررة. ننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. طالباني يستنجد بالسيستاني لحل أزمة الاستفتاء. بعد بغداد مصرة على تسلم المنافذ البرية والجوية في كردستان ومراقبة عمليات الفساد. الكوليرا تهدد مليون يمني. روسيا تستأنف غاراتها على إدلب بعد قمة أنقرة. قوات الأسد تستعيد طريق دير الزور تدمر من داعش. أمريكا تتنصل من تصريحات سفيرها في تل أبيب، اعتبر أن إسرائيل لا تحتل سوى 3% من الضفة. موسكو توقف نافالني لتنظيمه مهرجانات معارضة بعدما جمعت حملته الانتخابية ألافا في الريف. تسوية الرواتب تنهي إضراب الموظفين اللبنانيين. الحريري لا يوافق على اجتماع باسيل والمعلم.
واشنطن تسحب من كوبا معظم دبلوماسييها، نصحت بالابتعاد عن الجزيرة بعد هجمات صوتية. وبعنوان أخير، اعتقال 117 عسكريا تركيا لعلاقتهم بمحاولات الانقلاب. موسكو تتسلم دفعة مقدمة ثمنا للأس 400 وترفض تسليم تقنيات الصواريخ. منتابع جولتنا مع صحيفة المستقبل الحريري. التوافق التوافق التوافق، زف للبنانيين قرار سداد السلسلة ورفض التعامل مع النظام السوري لا من قريب ولا من بعيد. كلنا معكم، عنوان الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة المستقبل. طبعا هون عم نشوف فريق الرياض امبارح من بعد ما ربح على فريق إيران بنصف النهائي ببطولة آسيا، واليوم فإذا الموعد النهائي رح بيكون لبناني صيني، وهو مقرر بتمام الساعة 12:15 الظهر بتوقيت بيروت. ورئيس سعد الحريري كمان هو بارك لفريق الرياضي من بعد ما غرد على حسابه الخاص على تويتر. بالعناوين الأخرى، بغداد تنسق مع طهران وأنقرة للسيطرة على الحدود مع كردستان. البروباغندا الوجه المظلم للإنترنت. آلة التأمل، وهون ما بعرف إذا نقدر نشوف الصورة بآخر الصفحة عن الحفلة الأولى للكونسيرفاتوار الوطني اللبناني انطلاق الموسم. الأمسية كانت بقيادة المايسترو هارود فازيليان، واستقبلت الموسيقي الفرنسي اللبناني الأصل نسيب بوشبل، وهو متخصص بالعزف على آلة الديدجريدو القديمة. وختاما بصحيفة المستقبل مقالة بقلم بول شاول وعنوانها إمبراطوريات الخوف. منتبع جولتنا مع صحيفة الأنوار. غموض في القانون الجديد للضرائب، الأرقام هل ارتفعت أم انخفضت؟ بدء الحصار العراقي يشل الحركة في مطار إربيل بإقليم كردستان. هجوم عراقي لطرد داعش من الحويجة. وعنوان أخير، المرصد السوري تفجير أبنية ملغومة أودى بحياة 45 جنديا. ننتقل إلى صحيفة اللواء. الرواتب الجديدة بدءا من اليوم، والحريري يرفض التطبيع مع النظام السوري. عون يتعهد بنشر الموازنة ولو تأخر قطع الحساب. ونصر الله يكشف عن خسائر للحزب في مواجهات دير الزور. وبعنوان أخير، 73 قتيلا من الجيش السوري وحلفائه بهجمات انتحارية لداعش. إلى صحيفة البلد وبأبرز العناوين، السلسلة إلى جيوب الموظفين وقانون معجل بالتعديلات. افتتاح أول مركز نموذجي تخصصي للتوحد في صيدا. وبعنوان أخير، مؤتمر الإعلام المسيحي نحو الاتحاد. بترجمة للصحف الأجنبية، وبداية مع ترجمة لعناوين صحيفة The Daily Star. الاتفاق الوزاري يفسح المجال أمام إقرار سلسلة الرتب. التحضيرات جاهزة للاستفتاء في كاتالونيا، ومدريد تعارض. وبعنوان أخير، القوات العراقية للسيطرة على الحدود الكردية. من The Daily Star منتابع جولتنا مع ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لجور. التنفيذي متماسك رغم القوى المحيطة به. كردستان العراق معزولة عن العالم. وختاما وضمن مقابلة الشهر بلوريون لجور لليوم، مقابلة مع الموسيقي اللبناني العالمي جابرييل يارد. منتابع جولتنا مع صحيفة الشرق. الحريري غير موافق على لقاء باسيل المعلم. ونقطة على السطر، انفرجت الحكومة تقر التعديلات والهيئات تعلق الإضراب. اجتماع طارئ لمصارف لبنان اليوم لبحث المستجدات. حزب الله يخسر 10 مقاتلين في سوريا، ومعلومات عن ازدياد العدد. اعتصام لأهالي موقفي عبرة، والشعار يرفض أحكام العسكرية. مليون يمني مصابون بالكوليرا. وختاما وضمن رأي الشرق لليوم بقلم عون الكاكي، العنوان موتوا بغيثكم. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. كردستان بلا رحلات خارجية، ومعركة المعابر في الأفق. السيستاني يرفض التقسيم ويطالب بالعودة إلى الدستور. وإيران تفرض حظرا نفطيا. قمة سعودية روسية الخميس. الكرملين الرياض لاعب رئيسي في العالم العربي. عشرات الغارات الروسية تمهد لمعركة إدلب، أكبر حصيلة قتلى لحزب الله منذ مشاركته في معركة البادية. وبعنوان أخير، الدبلوماسية السعودية تجنب اليمن تدويل التحقيقات.
وجولتنا رح نختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم التفاهم السياسي يحيي سلة الضرائب، لافروف مصالح مشتركة مع الأمريكيين. هذا ما تريده الرياض من لقاءاتها اللبنانية. المدارس الخاصة، أزمة السلسلة والأقساط تراوح مكانها. قمة منتظرة بين تشيلسي وسيتي الليلة، وختامان بيصل اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق خاص بالطب والدواء. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على صحف بيروت لليوم. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني ومن بعده جوله على ابرز المواعيد الفنيه والثقافيه مع جوال. ضلكم معنا. رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية ورح نبداها من جامعة روح القدس بالكاسليك اللي بتنظم أمسية تكريمية للفنان والملحن الراحل حليم الرومي. هالأمسية من تنظيم كلية الموسيقى ورح تتضمن موسيقى وغناء من أعمال الرومي، والموعد نهار الأربعاء 11 تشرين الأول الساعة 8 المساء على مسرح جان بول تو. عم نشوف مشاهد كنا من مهرجان جونيا بسنوات سابقة، جمع الفنانة ماجدة رومي مع مشاهد لوالدها بأغنية سلونا من أعماله. منتابع مع أخبارنا وبذكرى مرور 41 سنة على مجزرة تل الزعتر، وتحية للمخرجين الراحلين جان شمعون ومصطفى أبو علي. بتدعي دار النمر للفن والثقافة إلى حضور الفيلم الوثائقي تل الزعتر نهار الجمعة 6 تشرين الأول 6 بعد الظهر على مسرح دار النمر للفن والثقافة بكليمانسو. وتحت التل واسأل عنه الريح، إن الزعتر يختصر الزمن فينبت في الماضي والحاضر والمستقبل. إلى الأجواء الموسيقية مع البلونوت كافية اللي بتنظم محطات أسبوعية. أقرب الليلة رح نكون بأمسية شرقية مع الفنانة فرح مخول، ونهار الأربعاء 24 الأول أنا الصباح فخري مع الأدود الحلبية. بنسمع فرح. تحت عنوان كمشة حنين، أمسية فنية رح تجمع الموسيقى جان كيروز مع فرقته الموسيقية والفنانين توني عيسى وسينتيا كرم. أمسية على عدة مواعيد 26 27 و 28 تشرين الأول على مسرح كازينو لبنان، وبنسمع من توني عيسى. لا تنسى تسأل عني وين مريت بهاك الحي، لا تنسى تسأل عني والورد اللي دفلت بالفي، يمكن لك وقعت مني والورد دبلت بالفاي، يمكن لك وقعت مني. ضاع الماضي شوي شوي، ضاعت الدنيا ومريت بهاك الحي. إلى عروض الأفلام الأنديو ومؤسسة إميل شاهين بيدعو لحضور فيلم سينمائي جديد، ونهار التنين نحن على موعد مع فيلم إنتاج عام 2011 بعنوان The Artist يلي حيز على 5 جوائز أوسكار من بيناتهم جائزة أفضل فيلم، أفضل مخرج وأفضل ممثل. إذا نهار التنين 2 تشرين الأول 7 المساء بالأنديو، والدعوة مجانية. نتابع مع أخبارنا. مؤسسة ميش ضياء بتكرم بلفتة سنوية كبار أسماء الصحافة من لبنان والعالم، وذلك نهار الخميس 12 تشرين الأول بالبيال، وضيف الأمسي السنة الفنان رامي عياش. مجنون غيرك بيختار محتاج في
منتابع مع أخبارنا. انطلق مهرجان مشكال مع الموسيقى والعروض، وبالافتتاح تم عرض مسرحية طائر النورس للمخرج عوض عوض. الفعاليات رح بتتابع نهار الأربعاء بست الشهر مع عدد من المواعيد، أبرزها محترف لرأس الفلامينكو الساعة 5، الساعة 7 مسرحية سير سوريا، الساعة 8:30 فيلم أحلام معلقة للمخرج جان شمعون، بالإضافة إلى محطات لأفلام الشباب بتبلش 9:30، وختاما موسيقى مرتجلة ابتداء من الساعة 10:30 المساء على خشبة مسرح المدينة بالحمرة. سينما الذاكرة والإنسان بتقدم تحية للمخرج جان شمعون بالذكرى الأربعين، وبيتخلى التكريم شهادات موسيقى وأطلاق كتيب، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن حياته وأعماله. والموعد الأربعاء 4 الشهر الساعة 7:30 بعد الظهر على مسرح المدينة بالحمرة، منشوف مشهد من أعمال جان شمعون. صباح يا ميدان، خلص فرقة ستومب مرة جديدة رح بتزور لبنان، وهالمرة بموعدين 17 و18 تشرين الأول على مسرح كازينو لبنان. هالفرقة المميزة اللي جالت العالم رح توصل إذن على لبنان بمواعيد جديدة، منشوف شوي من أعمالهم. قبل ما نختم اليوم وبمناسبة عيد السيدة الوردية، ذوق مصبح بتقدم الفنان ناجي القسطى بأمسي فنية والدعوة مجانية للجميع. قديم حكايتي مع من عمر الولدني بتحطي سالون سبت مع زميلتنا وردة، مثل كل نهار سبت بيستقبل ابتداء من الساعة 8:30 صباحا عبر إذاعة الشرق وزير العدل السابق شاكيب قرطبوي والرأي العام، إذن 8:30 عبر إذاعة الشرق. هلا أحوال طرقات. المشغل اللي يصلح صان من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لنطلع معه أكثر على حركة السير بهالأثناء. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله، أنتم كيفكم؟ نحن منيح، تفضل بالتفاصيل. حركة السير حتى الساعة طبيعية على مدخل العاصمة 3، بنبلش من نهر الكلب اللي هو مدخل الشمالي، حركة السير طبيعية باتجاه أنطلياس، حركة السير ناشطة شوي. أما بالطريق البحرية على أنطلياس ففاضي ما فيه شيء. السير فاضي. سوري. نعم. على الطريق البحري. الطريق البحري أنطلياس. نعم. السير فاضي. نعم. أما الزلقة نهر الموت حركة السير ناشطة باتجاه الفروم، أيضا حركة السير ناشطة. وصولا إلى الصيفة حركة السير طبيعية. أما بالنسبة لبولفار سن الفيل حركة السير طبيعية باتجاه الصالومي، أيضا حركة السير طبيعية وصولا إلى جسر الواطي كمان طبيعية. المدخل جنوب المدينة بيروت سبورت سيتي حركة السير طبيعية باتجاه الكولا، أيضا حركة السير طبيعية، بكون في شوية ضغط تحت على المستديرة بسبب الباصات. أما صائب سلام حركة السير أيضا طبيعية. السيد اللي هو مدخل الشرقي لمدينة بيروت حركة السير طبيعية باتجاه أوتوستراد رئيسي من لحود، بتضل مكفية طبيعية حتى من الصيد للعدلية، أيضا حركة السير طبيعية. هيدا بالنسبة لحال الطرقات لليوم. لابد من الإشارة أنه تسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث نتج عنه 17 جريح للأسف، عدد مرتفع. أما بالنسبة لمخالفات السرعة الزائد الرادار تسجل عنا 1200 مخالفة بال 24 ساعة الماضية. نتمنى من جميع السائقين الالتزام قانون السير وخاصة الإشارات الضوئية ووضع حزام الأمان وعدم استغلال حركة السير الطبيعية من أجل السرعة حفاظا على سلامتهم. نعم. كما بنطلب منهم يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @MC لبنان أو على الفيسبوك غرفة التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. هيدا كل شيء حتى الساعة. نحن بنتشكرك على وقتك المشاغل اللي يصلح صان، وبنتمنى لك ويك اند حلو.
رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني ومن بعده بنرجع بنتابع مع مجموعه من التقارير وضيوفنا. ضلكم معنا. صباح الخير. لفتني عنوان بصحيفة من الصحف المحلية بيقول عودة الحرارة إلى العلاقات الرئاسية، خبر بمليون دولار. يعني البلد قايم قاعد مش مهم، الحرارة مقطوعة بأسلاك الكهرباء وأساطيل المي وشبكات الإنترنت مش مهم، الحرارة مرتفعة على خط السلسلة والضريبة والأقساط المدرسية ونسبة الهجرة والبطالة، هيدا كله ثانوي ومش مهم، الأهم أنه شعشعت على خط بعبدة عين التيني. يعني صراحة وشو بعد بده المواطن غير حكايات العشق الممنوع يلي بتحمل نهايات سعيدة، وإن شاء الله الأفراح بدياركم عامرة. ملف السلسلة تابع، وأقرار السلسلة يلي حمل معه المن والسلوى للموظفين والأساتذة ما انتهت فصوله بعد ولا القصة تتمي. من بعد إبطال قانون الضرائب من المجلس الدستوري رجع هالملف من جديد لطاولة مجلس الوزراء، بين البحث عن التمويل من جهة وبين القانون النافذ وضغط الشارع من جهة تانية، كان هالملف موضوع أول على طاولة مجلس الوزراء، بينما البعض حول السلسلة لقميص عثمان بالبزار الانتخابي. شو رأي الشارع اللبناني؟ تقرير منتابعه سوا مع الزميل خالد أبو شارة. تطمينات الحكومة بدفع الرواتب متضمنة زيادات ما بردت قلوب الأساتذة والموظفين، فاستمروا بإضرابهم لليوم الخامس على التوالي. يوم الجمعة ما اختلف عن بقية الأيام، إقفال مؤسسات وإدارات وإصرار من الموظفين على عدم فك الإضراب إلا بعد زوال الضباب عن قرارات الدولة والتأكد من عدم تمييع السلسلة وتأجيلها مرة جديدة. صراحة ما طلع قرار عن مجلس وزراء واضح بهذا الموضوع، طلع قرار أنه سيتم وضع إطار قانوني لهذا الموضوع. نحن بصراحة بانتظار أي همسة رسمية حتى الأمور ترجع مثل ما كانت، لأنه نحن مبارح كمان الصبح أعلننا اقفال الاجواء نهار التنين من 10 ل 12. هذا الموضوع كان عم برابطة موظفين الاداره العامه وبلجنه مراقبين جويين اللي هن جزء من رابطه موظفين. تضامنا مع هواجس الموظفين، مواطنين عاديين التقيناهم بالشارع ملوا من تكرار المشاكل نفسها من 50 سنة، شابوا وشابت الوعود وبعد الأمور مثل ما هي. هون بهالبلد ما بقى نتفائل كتير للصراحة، يعني بلد كله معقد من أساس البلد عوجة. أيام شمعون وبشار الخوري الله يرحمهم اثنين سوا، مجلة الدبور صورت بشار الخوري حامل كيس وماشي والتاني حامل كيس فاضي عم بيركض، قال له انطرني، قال له بكرة بتعبي وبتلحاني. وهي دولتنا. يعني اليوم إذا بدك تضلك تفكر إيش معناتها ما في دولة بقى. يعني اليوم بدنا نفكر يا خيي، اليوم 100% اليوم لازم ياخدوها، لازم. مش متفائل، هيدي بلد ما ولا بحياتها رح توقف على إجريها. وكل واحد شد الحبل لصوبه، وإذا أعطوني إياهم برجع حطوه من هون، يعني مكانك روي. يعني هلا كل انسان مظلوم ما في شك، بس ما بدك اللي مسؤولين عننا هن يكونوا اخذين الامور بكامل شو بيقولوا المسؤوليه. برأي الخبير الاقتصادي ببنك بيبلوس نسيب غبريل، فإن السلسلة ما كانت لتشكل مشكلة لو اتفق على تمويلها من دون اللجوء إلى الضرائب، فالإيرادات المنطقية مؤمنة من دون إثقال كاهل المواطنين والاقتصاد. في أولا 800 مليون دولار
ضرائب إضافية دفعتها المصارف بأيار 2017. سعادة نائب إبراهيم كنعان صرح أنه لقت اللجنة وفر بيبلغ 1400 مليار ليرة، يعني تقريبا مليار دولار من مشروع الموازنة لل 2017. ثالثا، في موضوع على المدى المتوسط، موضوع التهرب الضريبي يلي هو مستفحل بلبنان. نحن نعرف أنه فقط 25% من المؤسسات والأفراد تدفع ضرائبها بالكامل. السلسة ستدفع هذا الشهر وكل شهر بحسب الحكومة بعد موافقة البرلمان على قانون الضرائب الجديد المقدم، وكل الأمل أنه يحظى بإجماع النواب وتنتهي المشكلة. أهلا وسهلا فينا وفيك، أرض بلادك بتحييك. أهلا وسهلا فينا وفيك، أرض بلادك بتحييك. طالما الجيبي ملياني روف وكسر على لبناني، واحفظ درسك على عمياني. كله تيكن بترنتيك، كله تيكن بترنتيك. اهلا وسهلا فينا وفينا. منتابع حلقتنا ومننتقل إلى مسرح مترو المدينة لنتابع عمل مسرح جديد بيحمل عنوان روم 202 للكاتبة المسرحية روان حلاوي. المسرحية أيضا من تمثيلها بالاشتراك مع طارق يتيم وكل التفاصيل تميم. أوكي، كل التفاصيل. فكرت في شيء مسرح جديد ما تنهاره. زميلتنا فاميلا نبهان والتفاصيل بهالتقرير. لازم يتجوز وحدة لبنانية لأرضي، يعني صح؟ وانت بدك تربي الامل براس صاحبي، صح؟ صح. طيب تجوزيني. شرفك ولو هلا عن جد هيك خبط وزنك بدك تتجوزني؟ انا ما بتعرف عني شيء. انا مين؟ ياسمينة. بنت مين؟ ابو ياسمين. جمعتهم الصدفة بغرفة أوتيل بالغرفة رقم 202 لتتحول هالمساحة إلى مصغر عن حياة الإمرأة والرجل اليومية. 24 ساعة ومساحة مشتركة تشاطروا فيها زياد وياسمين قصص، خيبات، علاقات، أحلام وطموحات، لتصبح غرفة رقم 202 مرآة لكل شخص سواء كان إمرأة أم رجل. كل إنسان تمكن من أن يوجد نفسه بمسرحية روان حلاوي الجديدة غرفة 202، مسرحية كوميدية سوداء وضعت وجه بوجه روان حلاوي بدور ياسمين وطارق تميم بدور زياد، شخصيتين مجهولين الهوية، الانتماء الديني أو السياسي. ممكن أنه يكونوا أنتو، أنا أو مين مكان. نقينا أوضة أوتيل لأنه هيدا المكان الوحيد اللي بيمرق عليه كتير عالم، والمكان ممكن ينحصروا فيه شخصيتين يقدروا يتعرفوا على بعض ويتلاقوا. تلاقوا بالصدفة، ما حنقول كيف، نخليها لبعدين. عادة بالقهوة أو بالشارع هو مكان عبور، بالأوتيل فيك يعني في ناس يقعدوا، وهو مصغر شوي للبيت اللي هو فيك تقولي بيت الزوجية أو بيت يعني الناس، يعني بغض النظر عن العلاقة اللي بتجمعهم. يمكن يكون عنيف، عصبي، سكرجي، أمرجي، مدمن، ابن حرام، شو بعرف. ويمكن يكون كنت مصاحب أمي، شو بعرف. شو اسم أمي؟ أنا زلمي اسمي زياد، عمري مثل هلأ بالأربعينات، عايش برا تقريبا شي 30 سنة، وبيجي فجأة على بيروت لسبب ما، ما فينا نقوله، بيبين وبهالمجي على بيروت بيلتقي بياسمينة، وبمحل ما بتغير له، بتشقلبه كلياته فوقاني تحتاني، بيصير شيء. يلي بيصير، الحدث اللي بيصير هو الحدث اللي عم نحضره هلا على المسرح. اوكي. شو اوكي؟ ايه؟ شو ايه؟ ايه بتجوز. عم تحكي له؟ كنت عم بمزح معي. من بعد تلجتين بليز وانت عمري اللي من تأليف كتابة وتمثيل روان حلاوي، رجعت اليوم مع مسرحية غرفة 202 اللي من إخراج وتمثيل طارق تميم ومن تأليفها وتمثيلها. مسرحية بتوضع الأصبع على الجرح من خلال طرحها لمشاكل الثنائي اليومية، من فكرة الزواج للخيانة للتعصب للعائلة وهواجز الإمرأة ومخاوفها. قصة حب واقعية وقصة عن الحب والحميمية. مسرحية اجتماعية جريئة، كوميدية ودرامية، مرتكزة على كوميديا الموقف، على احترام الآخر، الفردية والحرية، وهي انطلقت على خشبة مسرح مترو المدينة ومستمرة كل شهر أيلول وتشرين الأول. خليك عم بختبرك.
ومننتقل هلا لكلمة اليوم لنشوف كاميرتنا بمين التقت وشو هي الكلمة وعم نتابع. جوزي بده ياني، ولادي مو خايفين علي. تبي جوزي بعد بده ياني؟ اوه كثير. روميو جولييت اوه اكثر والله. 19 سنه مجوزه، عشق وغرام. بتمنى لاولادي يكون مثل بيو، بس ورد وورد وذهب وكل من حلو بتكفيني. يا حياتي ويا حبيبي. هلا مش قصدي انه يجيب لي ذهب لانه بدي احبه او يحبني، هي جاست بس هو الحب موجود. عندي ثقه التامه، اذا بيقولوا لي ما بصدق الا ما اشوف بعيوني ما بصدق. جوزك مع فلان وفليته ما بصدق الا ما اشوف بعيوني كمان ما بصدق. عندي ثقه تامه فيه كثير اكثر. عم بعدنا عم بقول لك حب روميو وجولييت اوه كثير. يا حبيبي يا حي، الناس كافيه بتوصل على التخت، ما هو بيوعى قبلي. هيك عودني. لا عن جد بتمنى بتمنى من كل قلبي الله يبعث لاولادي مثل بيو كثير اوه اكثر. هلا في غنية بحبها كثير، مشتريكي ما تبعيش، هي على طول بحط لي اياها، بقول هي مرتي بتحبها، كل ما بطلع بحط لي الغنية. ايه بيلبق له شو ما حكيت عنه عن جد. لا ما بغار، قلت لك عندي ثقة، عندي ثقة تامة فيه. لا ما بغار، لا ولا ما بغار، لا لا لأنه ما بيعملها. أنا صاحبة أخته، وبعدين هو بيقرب من عنا من الجبل، شافني طبوش صغيرة مرقت من تحت الشباك، قلت له وين الدكان؟ أنا تحركشت فيه. إيه وي إيه عجبني. هلا في نظرات، قلت له وين الدكان؟ دلني دلني وعلقني. ديزيو ديزيو ديزيو. هو شاب حلو يعني، منه بشي يا جوزي. شخصية ايه بحبه كتير. ايه هو لانه منيح، لانه هو بينحب، هو كتير منيح. ميت كلمة بنهاري، هاي جوجو يا جوجو، حبيبه يا شرشور، هو هني كلماتي. انا اللي بقول له، هو بقول لي يا حياتي، هو اسمه جورج، بقول له جوجو شرشور. كل نهار دلع بيبي، مين بعد بيدلع بهالايام. هاي جوجو، يلا هاي جوجو، كيفك وينك اليوم؟ على الواتساب هلا تنشوف اذا رح يرد. هلا برد كثير بكل شيء هني، الله يهنيه بعمره. اه تخبرني والله فكرت بكل شيء شغلت السبب. بتعرف الفيوتشر بدهم يعرفوا كيف تعرفت عليك وكيف حكيتك. هلا اي اذاعه بدي اطلع ما بعرف شريف. ايه شو حياتي؟ ايه تبعيت تشرين، قلت لهم اصعب كلمه. يلا بدك شيء، باي شريف باي. جوجو كل حياتي، كلمه اليوم جوجو كل حياتي، بحبك. باي. بعمر 80 سنة الإذاعة اللبنانية بعدها صبية وعم بتستضيف وتكون ضيفة من بلدان عربية وأجنبية مختلفة. رح نحكي عن موضوع جديد بخص الإذاعة اللبنانية مع الإعلامية ريتا نجيم الرومي مديرة البرامج بالإذاعة. أهلا وسهلا فيك ريتا. أول شيء عقبال العمر كله للإذاعة، مش من زمان احتفلتوا بالعيد 80. صحيح. وأنت موجودة معنا اليوم لنحكي عن سفرتك يلي من خلالها مثلت الإذاعة ولبنان على إيطاليا. حطينا صحيح. بالصورة شوي. تلقينا دعوة كإذاعة لبنان من ماتيرا. ماتيرا يلي هي مدينة إيطالية في جنوب إيطاليا، وإيطاليا هي عضو بالكوبيام. الكوبيام يلي بتجمع بلدين المتوسط في هالاتحاد يلي يعني معنيين فيه إذاعات وتلفزيونات بالمتوسط. نعم. فتلقينا هالدعوة من الكوبيام ومن راديو راي الإيطالي لا يعرفونا على مدينة ماتيرا، المدينة التاريخية بجنوب إيطاليا. الموجودين بالأحرى يلي اختاروهم أن يكونوا موجودين لبنان، إذاعة لبنان، من البلدان العربية تونس والمغرب، وكمان كان موجود راديو فرانس بلو، راديو مونتي كارلو الدولية، كمان كان موجود مالطا وكرواتيا. أوكي. مالطا لأنه بسنة 2018 راح تكون عاصمة الثقافة الأوروبية للثقافة. وكرواتيا راح تكون فيما بعد كمان عاصمة الثقافة. أوكي. الأوروبية. كيف كان الاستقبال بماتيرا ريتا؟ شو سألتي عن لبنان وعن إذاعة لبنان؟
الحلو انه كان لازم يحصل هالتبادل بالمعلومات الثقافية، يعني بلدنا شو عنده حركته الثقافية كيف، ويعرفونا بالمقابل على الحركة الثقافية بماتيرا بإيطاليا. من بعد ما تعرفنا على متاحف إيطاليا الرائعة يلي فيها منحوتات رائعة، من بعد ما تعرفنا على أحياء يلي كمان هالأحياء دخلت بالتراث العالمي بيسمون ساسي، كان لنا جولات واكبونا كل الوقت خلال 3 أيام بجولات عرفونا على ماتيرا. هلا بس خلينا نقول بشكل سريع لنقدر نحكي عن نشاطات الاذاعه، لانه كثيره انه ماتيرا تحولت من ضيعه صخريه او مدينه صخريه وكانت تسمى عار ايطاليا الى فخر ايطاليا، لانه بال 2018 مثل ما قلتي او 19 رح بتكون عاصمه ثقافيه، بقى هذا شيء كثير حلو. خبرتيهم عن الاذاعه ونشاطاتها؟ شو قلتيلهم؟ نحن لان كمان بدنا نعرف. اكيد خبرناهم عن الحركه الثقافيه بلبنان، كيف اذاعه لبنان بتغطي هالحركة الثقافية، وكيف كل وسائل الإعلام معنيين بالحركة الثقافية اللي عم بتصير بلبنان. خبرتهم عن المهرجانات، الفستيفال الانترناسيونال بلبنان مثل بعلبك، مثل بيت الدين، هالفستيفال الكبار مثل جبيل، بصيدا، الصور، هالفستيفال الكبار. وخبرتهم كمان انه كل ضيعة بلبنان بتحب انه تعمل مهرجانة. اللبنانيين متشوقين دايما للفرح ولحتى يعطوا من قلبهم ويفرحوا ويشاركوا بالفرح بنشاطات ثقافية، باحتفالات، بمعارض. فخبرينهم قديش الحركة الثقافية ناشطة بلبنان. طب بين هالإذاعات الموجودة، إذاعة لبنان هي كانت أكبر شيء بالعمر، تنقول أقدم شيء. الحقيقة لما قلت لهم أنه عمرنا 80 سنة بتسمعي بالتسجيل بيقولوا يي، يعني بين أزون 80 سنة تجو. 80 سنة يعني نحن شافوا فوتج، يعني مثلا هون عم نشوف هون إذاعة عريقة عمرها 80 سنة، فبتحمل تاريخ كتير غني وطبعا وهيدا غنى لنا انه من 80 سنة مستمرين. اوكي خلينا نسمع شوي من هالفيديو اللي عم يمرق، بنرجع بنحكي عن استوديو حليم الرومي والامسية اللي رح نسيب الكاستلي. صمتوا على الحركة الموسيقية وبأروقة الإذاعة اللبنانية صدحت ألحانه طيلة 30 سنة، فاليوم حان وقت رد الوفا بالوفا عبر إطلاق اسم على استوديو رقم 5. يعني هو له على هالصرح، هو أسسه، هو كانوا من مجموعة كتير صغيرة أخذت الفن بلبنان من الهواية للاحتراف، إن كان بالنسبة للأعمال الفنية نفسها ولا للفرقة الموسيقية اللي كانت عم تعزف. وسعيدة أنا لأنه فنان بهالحجم عم بياخد مطرحه ببيته. يعني مثل ما شفنا هون هذا التقرير وقت غطينا إطلاق اسم حليم الرومي على استوديو من استوديوهات الإذاعة، ونفس الشيء كمان بالنسبة للست فيروز. شاركتي معهم هالاخبار، قلت لهم انه نحن كيف كبارنا كيف بنكرمهم بهالطريقة. طبعا حكيت انه إذاعة لبنان بتكرم كبارها. سبق وأطلق الوزير جريج اسم فيروز على استوديو 6، وزير الإعلام ملح الرياشي بشهر أيار أطلق اسم حليم الرومي على استوديو 5 تقديرا واعترافا بجميل هالكبار يلي لهم فضل كبير على الفن اللبناني. في هلا أسامي مطروحة لغير استوديوهات؟ يعني إذاعة لبنان كل يوم بتكرم كبارها ببرامجها، بأغنياتها، بكل شيء بنقدمه بنسلط الضوء على هال التراث الكبير يلي اعطونا اياه كبارنا. لافت كان حضور السيدة ماجدة رومي يلي اطلالاتها قليلة عادة، بس بتكريم لوالدها اكيد رح بتكون موجودة. كيف تفاعلت مع الحدث؟ بديهي انه تكون ماجدة رومي موجودة بتكريم والدها بهالإذاعة يلي تعتبرها بيتها، لانه بتخبر كثير انه انا كنت فكر انه اذاعه لبنان هي بيتنا، هالقد يعني في ارتباط باذاعه لبنان. فطبيعي انها تكون موجود، هيدا يعني كان سبب لفرح كبير لماجده ولكل عائله حليم الرومي. واليوم كمان بدنا نحيي كمان الكاسليك جامعه الروح القدس عم بتكرم حليم الرومي، رح يكون في ب 11 تشرين الاول تكريم لحليم الرومي، رح يكون بمناسبه انعقاد المجمع الموسيقي العربي في لبنان، رح
تعمل جامعة الكاثوليك هالتكريم الكبير لحليم الرومي. طيب انتم كيف بتختاروا؟ برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، رح هالتكريم بيكون برعايته وطبعا بحضور كل هالشخصيات يلي بتقدر حليم الرومي وبتعرف أكيد ثقافية وفنية والأخيرية. كنت عم بسأل كيف بتختاروا الأسامي من بين الكبار؟ هلأ كلهم كبار طبعا، بس أنه في ليستا كتير كبيرة عملت الفن بلبنان ونقلته من مرحلة للتانية. اخترتوا فيروز وحليم الرومي ومين كمان؟ يعني الليستة كبيرة، الليستة كبيرة، يعني الكبار يلي كانوا هن أساس انطلاقة، خلينا نقول أساس انطلاقة الأغنية اللبنانية بالخمسينات، هن كتار وكلهم بيستحقوا يتكرموا. أما مين بيتكرم يعني بالوقت قبل مين مش مهم، كله جاي الدور، ولكن النية أنه إذاعة لبنان تكرم الكل، وهي فعليا عم بتكرم الكل. نحن عم نشوف هون أكيد الفنان الكبير حليم الرومي بمشاركته هون بفيلم القمر 14. هو قدم فيلم في جمال أدم ولا غصن الغفان سبحان من صور ربايا لأمر زيك سبحان من صور ربايا لأمر زيك ولا شمس كمان دي آيات مكتوبة على جبين يا مساء الورد على عيونك يا مساء الكل ده النرجس نايم في كفولك وصح الكل صح الكل. منقول إذاعة لبنانية، منقول أرشيف كتير مهم، ومنقول كمان روح شبابي مع مجموعة من البرامج الشبابية ريتا إذا فينا نضوي عليها. صحيح، اليوم الشباب موجودين بكثافة بإذاعة لبنان، الجمعيات اللبنانية في عنا 6 كليات إعلام موجودين اليوم شبابهم بإذاعة لبنان، كل جروب عم يمثل جمعته، هي نوع من كمان تنافس بين هالست جمعيات. عنا الجامعة اللبنانية الـ AU، جامعة بيروت العربية، جامعة القديس يوسف الـ USG، كمان الفرع الثاني NDU الـ NDU رح يكونوا معنا هلا قريبا، كمان بيكون رح يطلوا معنا ابتداء من اول اكتوبر ان شاء الله. اوكي تبريتا، هذا اكيد شيء مقصود. قديش اللي بيشتغلوا معكم بيكون عنده بعدين فرصة انه يستمروا ببرامج لألون؟ أكيد الهدف أنه بالآخر هالإذاعة يعني عبر طلاتهم تلاحظ أنه في وجوه أو أصوات مميزة، وبالآخر بيكملوا مشوارهم معنا. يعني هو الشانس لهم ليتدربوا بإشراف الإذاعة، بإشراف مذيعين كبار عم يتدربوا، وبنفس الوقت شانس لهم أنه يستمروا معنا، لأنه نحن كل الوقت نحن عم نفتش عن الطاقات الشابة. طيب قديش عطيوا نبض شبابي للإذاعة وكيف لمستوا هالشي؟ يعني عطيوا أفكار في إشي عم تتنفذ من رأيهم؟ طبعا هن عم بيطلوا بافكارهم بتساؤلاتهم بكل شيء بيشغلهم بالهم بهمومهم بافراحهم بمعلوماتهم بمعلوماتهم عم بيطلوا بهالبس مباشر يوميه عبر اذاعه لبنان، فهي مساحه حلوه لهم عم بيطلوا منها. والاذاعه يعني مش بس بتتوجه طبعا للجمهور اللبناني، كمان الجمهور اللبناني الفرانكوفوني طبعا، لانه في مجموعه كثير كمان من البرامج باللغه الفرنسيه هي بتتوجه لكثار. بس بدي اسال عن المهرجان ريتا، قديش كمان انتو كأعلام ممكن تتواصلوا مع فرق فنية تشارك هلأ بالاحتفالية اللي بدها تصير في 2019، بما انه ماتيرا هي اختيرت انه تكون عاصمة الثقافة الأوروبية، قديش ممكن فرق لبنانية فنانين لبنانيين يشاركوا هن بأعمالهم أو بنشاطاتهم بإيطاليا؟ ماتيرا حابت تعرفنا شو رح تعمل بالفستيفال الثقافي بال 2019. الحلو انه ماتيرا كانت حابه انه تتبادل الافكار هي وكل المدعوين هالبلدين المدعوه. نحن قلنا كيف الحركه الثقافيه ببلدنا، هن خبروا عن الحركه الثقافيه ببلدهم. اللي لفت لنا نظرنا انه ماتيرا ارادت بال 2019 انه كل انسان من هالمدينه صغير وكبير يكون هو مشارك بالفستيفال له دور، يعني من نجار، من حداد، من موظف صغير، من عامل صغير، من عامل كبير، الكل عم يشتغلوا بماتيرا. أهلها
انه حبوا يتميزوا انه هن نفسهم يلي عملوا هالنهضه اللي عملوا هالنهضه. يعني انتقلوا من 1950 كانوا يسموها مدينه العار، يعني كانت مهمله، كانت ظروف عيشهم كثير كثير صعبه لانه المنطقه كثير صخريه. في صور لما تيرا بتبين كيف كلها مغاور، كانوا العالم يعيشوا بالمغاور الى جانب المواشي يعيشوا معهم، كانت منطقه كثير مهمله. بال1983 دخلت الى مع ليستة التراث العالمي وبلشت تعمل هالنهضه، وصولا لهلا لصارت رح تكون عاصمه الثقافه الاوروبيه. كثير منيح. نحن كنا عم نشوف المغاور قبل شوي، هيدي وحده من الصور كمان لنعرف اكثر عن شو عم تحكي ريتا. نحن بدنا نقول مبروك لاذاعه لبنان، مبروك لانه عم بتمثل لبنان، وهيدا شيء بديهي كمان انه تكون موجوده بالمحطات الثقافيه بكل العالم. بدنا نقول كمان انه نحن على موعد لتكريم الفنان حليم الرومي بجامعه روح القدس بالكاثوليك ب 11 الشهر، وبدنا نرجع نسترجع نحن وياك والمشاهدين مشاهد من افتتاح استوديو فيروز يلي افتتحتوا فيه بركي السنة الماضية النشاطات الإذاعية عندكم. بدنا نسمع من السيد هو فيروز. أكبر استوديو بإذاعة لبنان استوديو ست. بيطلع من قبالنا يسمع الألحان، نحن والقمر جيران، عارف مواعيدنا وتارك برميدنا أول أغاني لإلها انطلقت للست فيروز، هون أول شهرتها هي، هون تعرفت على عاصي الرحباني، هون انطلقت هي وبيت الرحباني. اسم فيروز اللي حفر عميقا بذاكرة الإذاعة اللبنانية عاد اليوم يزين جدرانا اللي شهدوا على انطلاقتها بخمسينات القرن الماضي، والسيدة اللي ما فارقت الإذاعة اللبنانية على مر الزمان عادت اليوم لتخلد التاريخ وتعيد للماضي أمجاد وذكريات انطبعت بالقلوب وبكل شبر وزاوية من زوايا الإذاعة اللبنانية. ولو كان للجدران أفواه لنطقت فيروز. وتسمية اسم فيروز على استوديو من استوديوات الإذاعة وهو استوديو الكبير، استوديو الموسيقى وتسجيل الأغاني، أنا برأيي هو عم يخلد استوديو مش عم يخلد السيدة ما بينشبع عن جد. طيب ريتا، بعد في خبر بدنا نقوله عن متيرا قبل ما نختم، هونيك شو صار؟ مين رح يزورنا قريبا؟ الحلو اللي بيفرح القلب انه اسم لبنان بحبوه، يعني بحبوا لبنان الفرنسيين. مثلا كان مدير راديو فرانس اللي هو الفيس بريزيدان بالكوبيام قال انا كثير بحب انه ارجع على لبنان وزور لبنان. مين؟ اهلا وسهلا. مين موقفه؟ الحقيقة الطليان راديو راي كمان كتير قالوا حابين نجي، اللي ما بيعرفوا لبنان بدون يتفرجوا على لبنان ومناظره والأشياء الحلوة اللي فيه وناسه وحركته. البلدان العربية اللي مشاركة إلى جانب لبنان، تونس والمغرب كمان كتير عبروا عن حبهم ليجوا يزوروا لبنان. مثلا المغرب كانت موجودة السيدة فتية العوني يلي هي مديرة راديو دوزام المغربي، الراديو الأساسي الكبير التابع للدولة، قالت انه متشوقين يجوا على لبنان، يكون في جروب من الشباب المغاربه يجوا على لبنان يزوروا لبنان ويزوروا اذاعه لبنان. يعني بلشوا الشغل على هذا الموضوع هلا اكيد. هن بس ناطرين منا اشاره نقول لهم تفضلوا، هن مستعدين ليشكلوا جروب ويجوا على لبنان بضيافتنا يعني يكونوا. كثير منيح ريتا، نحن بنشكر حضورك معنا، بدنا نسلم على كل فريق العمل بالاذاعه وبنقول لك ميرسي لانك كنت ضيفتنا اليوم. ريتا نجيم الرومي مديرة البرامج بإذاعة لبنان، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية. لما قلتي فريق العمل بحب أقول قديش جوال قديش كتير مهم يكون فريق العمل
متكاتف ايد وحده لحتى نعمل هالنقله الحلوه يلي عملتها اذاعه لبنان، فبحييهم شكر كثير كبير لهم، وطبعا للاداره استاذ محمد ابراهيم مدير الاذاعه اللي شفناه هلا كمان بالتقرير، نحن بنسلم عليهم كلهم، ومدير عام وزاره الاعلام دكتور حسن فلحق، ووزيرنا وزير الاعلام استاذ ملحم رياشي يلي اعطانا هالنبض، نبض الشباب يلي اليوم عم نشوفه بالاذاعه. اهلا وسهلا فيك يا ريتا. رح نتوقف هلا مع بريك ونرجع نتابع اخبار الصباح، تلكن معنا. في شغلتين بالدنيا ما في اكبر منهم، هو الام من الوطن. الوطن بيعطيك الحياة، الوطن بيعطيك الأم اللي ربتك. مرحومة أمي قلت لي يا ابني عبكرة إذا أنت الحقيقي الحقيقي بدك تنجح بس بيصير معك مصاري دعاس عليهم تتكبر، لا تخلي المصاري تدعس عليك. نجاحي اليوم أصعف واحد مين ما كان يكون أصعفه. أنا جاهزة أنت فيك تعطي. إيد واحدة ما بتزقر. أنا لو كنت وحدي ما بعمل شيء. بده يكون في حد يسعفني. It's about 80 something, 86. المشاهد يلي عم نشوفهم من دوكيومنتري نفذه جورج يزبك، فنان ومصور فوتوغرافي، هو ضيفنا اليوم. بونجور جورج، اهلا وسهلا فيك. حضرتك كمان مؤسس بيروت بيهايند ذا سينز يلي نفذت هالدوكيومنتري وغيره من المشاريع لتحطهم على هالاونلاين سايت او ما بعرف شو بتسميه كرمال تنشر الوعي والثقافه وطريقه النجاح للناس. صحيح مزبوط؟ صحيح. نحن الإعلام له دور كتير مهم على تأثير المجتمع وعلى على صوت على لون بلدنا حتى برا، فكل ما نسلط الضوء على العالم الشاطرة والعالم اللي عنده أفكار حلوة ونوزعها للمجتمع أكيد المجتمع رح يصير فيه كمان تغير. أوكي. هون كان عم نشوفك مع الشيخ موريسيو طرباي يلي هو هيك كان الشرارة لبناء كاسكادا مول بتعنايل، يعني بنعرف المنطقة هونيك قديه محرومة، ما فيها الثقافة المولات يمكن الموجودة بالمدن الكبيرة، هو نقل هالثقافة مع أنه عاش 70 سنة بفنزويلا، رجع استثمر ببلده وآمن ببلده. كم على كم شخص صرت مضوى كمان جورج بالاضافه الى موريسيو؟ اضافه لموريسيو، موريسيو اول شيء هو من اكبر الاشخاص اللي انا تعاملت معهم وحبيت بالعمر أصلاً. بالعمر صحيح. الاشخاص الباقيين هن من عمنا شباب في فيلم ميكرز مخرجين وفي موسيقيه او في عالم عم بيعملوا ستارت اب كومبانيز بلبنان، اعمارهم بين ال 24 وال 36 ومجالات مختلفه. ما مش مهم، مهم انه اهم شيء بالدنيا الواحد يكون عنده هدف، والاهم من هيك انه يحققه. ومن هون له من نقطه واحد لنقطه اثنين في مصاعب رح نقطع فيها، والمصاعب هي رح تقوينا، وبس نقوى اكيد رح نقدر نعمل المستحيل. الانسان قادر يعمل المستحيل. جورج، انت كنت عايش بامريكا وجيت على لبنان وجاي حاطط براسك انك تبقى هون، واول عمل عم بتقدمه هو مومنتس ويذن، هالمعرض يلي صورته بألاسكا، شو اخذك لهونيك؟ كنت عم بشتغل، كان عندي تصوير عم بشتغل مع ديسكفري شانل، عم نصور برنامج تلفزيوني، بس بنفس الوقت كان معي كاميرتي، ومين ما كان بألاسكا اذا ما معه كاميرا راح يشتري كاميرا ويبلش يصور. هالقد المناظر حلوه. اوكي، بس اخذ معك الموضوع 3 سنين، يعني انت كنت هونيك بال 2014 هلا لعرضت، وكمان بدي اسمع منك السبب لان حلو السبب. انا اخذ معي سنه تخلصت وركبت الصور وركبت القصه اللي بدي اقولها من خلال هالصور. بعدين حبيت اعمل اول معرض لإلي ببيروت، ما حبيت اعمل غير مطرح، كنت ناطر يزبط الوضع كله تتجه على بيروت تعرض. اخذت المواعيد بالاخر 2015 2016 ل 2017، فنطرت وهلا حد اسمي اول معرض لي ببيروت. قد ايه الطبيعه بألاسكا قاسيه بس قديش النتيجه على الصوره حلوه؟
هيدي الحياة. الحياة قاسية، بس بالأسى ومصاعب الحياة الإنسان هون بده يضطر يواجهها مع حاله، بده بيتعرف على حاله أكتر، وهالشي بخليه يعرف دوره بالدنيا أكتر، وهيك بيقدر يواجه كل شيء أساوي بالدنيا، كل شيء مصاعب بالدنيا. هلا من وين جبتهم هول كلهم هالإنر بيس يلي عندك إيه؟ وصلوا لعندي ما بعرف كيف. قد ايه عمرك سوري على السؤال؟ 33 طيب جورج، ألاسكا صورتها مثل ما بنعرفها بالأبيض أو مع التوندرا مع الخضار يلي كمان بيكون بمرحلة معينة من السنة، كيف يعني قد ايه قعدت هونيك وكم وجه من ألاسكا نحن رح نشوف؟ أنا كنت بالصيفية هونيك بس كنت لابس كنزة. طبعا ألاسكا هلا هي ولاية أمريكية، خلينا نقول هي مش كتير بعيدة عن أمريكا، هي بالقرب من كندا، ويعني أنت كنت بعدك بأمريكا في صور كان في اسمها سير بوسية. الصور اوكي عم نشوف الصور جورج، في صوت يلا بنسمع. كثير عن الجلوبال وورمينج، ويمكن نتائجه بلشت اول شيء تبين بهالمناطق القطبيه يلي بعد فيها الجلاسيه وكل هو الاشياء. وديسكفري تشانل انت كنت عم تشتغل معهم، هن كمان كثير بيلاحقوا هالمواضيع وبيضووا عليها. قدرت تلمس عن جد قديش نحن كبشر عم ننزع على الكره الارضيه؟ ما ضروري روح على الاسكا تعرف، يعني من كل يوم تعاملنا مع مع بعض، بس بفهمها الشغلة، بفهمها خاصة بلبنان قطعنا فترة صعبة، هيدي الشغلة الانفيرونمون تبعنا بأثر على علاقتنا مع حالنا ومع بعض، يمكن في من خوف انه يصير لنا شيء، أكثر شيء بعتقد هيدا التأثير الأكبر على الإنسان وعلاقته مع حاله مع الدنيا هو قد ايه بخاف يصير له شيء. بنخاف بلبنان صار في عنا أذى كبير، صرنا فترة انه صرنا نخاف، صرنا نخاف حدا يأذينا. كنت لو خفنا قبل كنا هلا بعتقد بخير. لو خفنا قبل شوي على طول في خوف، ما في مهرب منه، ما في مهرب منه، بس انه بعدنا طالعين من وبعدنا يمكن فيها شوي، بس بعتقد كل ما نتعامل مع بعض الانسان بعتقد نجح وقدر يربح على الطبيعه وغير سبيشيز هو لانه قدر يتعامل مع غيره. طيب هول المشاهد يلي او الصور يلي عم نشوفهم هن الصور المعروضين؟ صح، هول معروضين. وكم صوره تقريبا؟ في سبع صور. سبع صور بس معروضين بالمعرض؟ هو المعرض صور لوحات تابعه لنص مكتوب. هي اكثر من انه مش بس فوتوغراف، هو في نيه، في ستوري هابينج. بحب اذكر كمان الموسيقى، اشتغلت مع ميوزيشن لبناني اسمه زي كركبي. هو من الاشخاص كمان عم بدعمهم بلبنان من خلال بيروت بيهايند ذا سينز، زلمه كثير موهوب وكتب الموسيقى خصيصا لهالتام اللي عم بحكي عنه مومنتس وذن. واشتغلت كمان مع تمار عزار، عملت انستليشن للست اب، سو اتس ان اكسبيرينس وين يو جو ان. بس بدي اقول شغله جورج، انه رحت على الاسكا ونطرت ثلاث سنين لتعمل معرض، وكنت بدك انه اول معرض يكون بلبنان، مش بتحس انه لازم يكونوا شوي اكثر صور؟ انه سبعه هلا اوكي في تام سبعة معين من اصل قديش اصلا ولاحق يمكن فكره معينه وعم بتنفذها، بس انه هالنطره كلها انه فش خلاك. انا اذا بترجع لإلي يمكن بنقي صوره بس. يا لا بس قديش صورت جورج؟ اكيد. وقديش توصلت لهالعدد السبعه؟ يعني كم صوره؟ كم صوره خليت عنا؟ عندي كثير صور، وهيدا اجمل شيء لما الواحد يتخلى عن اشياء طيب يعمل شيء اكبر منه، لشيء يقدم فيه، مش حتى اعرض انا بهارتي وصوري، في نيه من وراء هالمعرض. سبع صور وفي سته وفي وحده كنت بدي اشيلها، بس بالاخر لقيتها بالعكس اهم وحده كنت بدي اشيلها. كلهم صور مش بس طبيعه، بكل الصور في انسان. صح. وهي عن علاقه الانسان، لانه اكثر شيء بخلينا وقتا نوقع بمصاعب الدنيا بنحلها لما نعرف
دورنا لما نقرب لدورنا بهالدنيا، يعني بتلاقي في زلمه هالقد واقف على جبل هالقد، بنقول طب ما قلنا قيمه بهالدنيا، ما هي مصاعب، بس هيدي رح تقربنا نعرف اكيد قلنا دور بهالدنيا، اكيد قلنا شيء نعمله بهالدنيا. يعني هو معرض هالقد خاص، كثير خاص يعني وانا عن جد اي هوب تو سي يو بوث ذير. اوكي بدي رح تعرضهم هول الصور غير مطرح هالفكره صح. يعني هو بطلوا صور صاروا فكره. هالصور عندي معرض بعد بالفرنش انستيتيوت بديسمبر نفسه هو ذاته صح على اكبر. اوكي وان الله راد راح انطلقها لبرا من بعد هالسنه. اوكي هلا المعرض موجود حاليا بجاليري رميل بالجميزه. لايمتى انت باقي بجاليري رميل؟ هلا لاكتوبر 7 لاكتوبر بشهر كانون الاول رح بتكون بالمعهد الثقافي الفرنسي على طريق الشام. صحيح بدك تنطلق فيه، يمكن لازم كمان يحط رحاله بالاسكا هالمعرض، لازم ينعرض هونيك بما انه الصور رح يوصل اكيد لالاسكا. اوكي كثير منيح جورج يزبك، نحن بنشكر حضورك معنا، بدنا نتمنى لك توفيق، بنقول لك ويلكم باك على لبنان لانه هيك عقل ومنهجيه وتفكير نحن بحاجه لالون. برافو جود لك لكل شيء رح تعمله بعدين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك جورج. نحن معك رح نختم حلقتنا وبنعرض اخر شيء تقرير رياضي، بكره رح نعطيكم موعد جديد بحلقه جديده من اخبار الصباح، انطرونا باي. باي. هاجم فلورنتينو باريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الاتحاد المحلي لكرة القدم بسبب افتقاره للأفكار العصرية كما قال معلقا على الأخطاء التحكيمية في الليغا. وقال باريز في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: الاتحاد يجب أن يتغير في الأيام الأخيرة من كل موسم، يحدث الكثير من الأمور الغريبة والتي يجب إيقافها، هذا النظام بحاجة للتغيير العاجل لأنه يؤثر على سمعة الكرة الإسبانية. وتابع ما حدث في الكلاسيكو الأخير لم يكن له أي علاقة بكرة القدم وهذا أمر سيء للغاية والجميع لاحظ، ورغم أنني لم أتكلم من قبل عن التحكيم لكن الأمور وصلت لمرحلة خطيرة تستوجب طلب المساعدة. وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي إلى الطرد من في مباراة برشلونة على ملعب كامب نو في السوبر الإسباني ليتم إيقافه 5 مباريات بعد سلوك غير رياضي ضد حكم اللقاء. أفادت تقارير إنجليزية أن مهاجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب لفترة طويلة عن صفوف الفريق اللي بتصدر حاليا الدوري الإنجليزي واللي هو مانشستر سيتي. وحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فقد أكدت التقارير أنه أغويرو سيغيب لمدة تقارب 2 شهر عن الملاعب بسبب كسر في ضلعه بعد حادث السيارة اللي وقع لسيارة الأجرة التي كان يستقلها في هولندا خلال زيارته السريعة اللي التقى فيها مع المغني الكولومبي مالوما. من ناحية تانية أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيان رسمي يؤكد تعرض الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق لحادث سير في هولندا. وقال البيان الصادر على الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي أن اللاعب يعاني من إصابة بعد الحادث اللي تعرض له في هولندا وسيعود لمدينة مانشستر نهار الجمعة للكشف عن مدى الإصابة ومعرفة موقفه من اللعب نهار السبت أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي. وتابع لا يوجد أي أخبار مؤكدة حتى هلأ حول اللاعب وسنوفيكم بالتفاصيل لاحقا. وقالت وسائل إعلام أرجنتينية أنه أغويرو كان يحضر حفل موسيقي للمغني الكولومبي مالوما في هولندا وكان يستقل سيارة أجرة في طريق العودة لإنجلترا عندما صدمت بأحد الأعمدة بعد فقدان السائق للسيطرة عليها وتعرض لإصابة في الضلوع خلال حادث سير في أمستردام. المحل الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي إلى أنه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لعب دور كبير في رحيله عن الفريق الملكي والانضمام للبلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة. وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية: رحلت عن ريال مدريد لأنني كنت أبحث عن مدرب يثق في قدراتي ويؤمن بحقيقتي في اللعب أساسيا مع الفريق، ولذلك انضممت إلى تشيلسي للعب تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي. وأضاف اللاعب الإسباني: أمر مهم للغاية أن أصبح الخيار الأول في خط الهجوم، لذلك أنا سعيد للغاية حاليا. وتابع: الدوري الإنجليزي أقوى بدنيا من غيره كما أنه الدوري الوحيد في أوروبا الذي يتصارع عليه العديد من الفرق والجميع لديه القدرة على تحقيق البطولة في نهاية المطاف، ومن الجيد أن تشيلسي دائما بين المرشحين. قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه قد يقال من منصبه إذا فشل في الفوز بالبريمير ليج خلال الموسم الجاري. وأوضح غوارديولا في حوار مع غاري لينكر عبر هيئة الإذاعة البريطانية: مانشستر سيتي فريق كبير، وبالطبع لو فشلنا في التتويج بأي بطولة وبالأخص الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري فقد يتسبب هذا الأمر في إقالتي. وتابع: في الموسم الماضي لم نحقق أي بطولة ولن يتحمل الجمهور مرور موسم آخر بهذا الشكل، ولذلك لابد من الفوز بالدوري على أقل تقدير. وحول اختياراته أوضح: اللاعبون يرغبون في المشاركة باستمرار ولكن لابد من اختيار 11 لاعب فقط، لذلك هناك من يشعر بالحزن بسبب عدم لعبه ويسأل عن سبب استبعاده، ولكن لا يوجد سبب حقيقي سوى أن هناك أكثر من لاعب يستحق.
مع انطلاق منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تشهد المسابقة واحدة من مباريات القمة المبكرة، حيث يحل مانشستر سيتي ضيف على تشيلسي في ملعب ستانفورد بريدج اليوم السبت، بينما يبدو مانشستر يونايتد أمام مهمة سهلة عندما بيستضيف كريستال بالاس اللي لم يسجل أي هدف على طوال المباريات الستة الماضية. وبيحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام جاره مانشستر يونايتد، وبيليهن تشيلسي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. ويتمتع مانشستر سيتي بمعنويات هائلة بعد ما سجل لاعبين 24 هدف خلال اخر 6 مباريات في كل المسابقات، كان اخرها المباراة اللي انتهت بفوزه على شختار دونتسك الاوكراني 2-0 يوم الثلاثاء الماضي في دوري ابطال اوروبا. جوزيب غوارديولا المدير الفني للسيتي قال انه تشيلسي يظهر حاليا بافضل مستوياته، بينما قال لاعب وسط السيتيزنز الكاي غوندوغان انه على السيتي استعراض قدراته. ويخوض تشيلسي المباراة أيضا بثقة عالية بعد الفوز الثمين اللي حققه على أتلتيكو مدريد في عقر داره 2-1 ضمن منافسات دوري الأبطال. وأبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي غضب أزياء الأفضلية اللي بتمتع فيها مانشستر سيتي فيما يتعلق بفترة الاستعداد للمباراة، وذلك إلى جانب افتقاد تشيلسي جهود المدافع ديفيد لويز بسبب الإيقاف.